مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صباحك عندنا. النهاردة هيكون معانا طبعا ضيف مختلف، ضيفة مختلفة لأول مرة بتشرفنا في برنامج صباحك عندنا. هيكون معانا أستاذة عواطف أحمد محمد عزب، الباحثة الدعوية ومحاضر تابع لدى وزارة الأوقاف. بنرحب بحضرتك، أهلا صباح الخير بحضرتك، عليكي. صباح الخير طبعا حبيبي، حضرتك النهاردة محضرة لنا فقرة بعنوان حب حروف القرآن، إن شاء الله. طبعا فقرة جديدة على برنامجنا. وفي البداية عاوزة أعرف حضرتك بدأتي إزاي وهتقدمي لنا إيه النهاردة؟ أولا أقول صباح البركات، صباحكم خيرات، صباحكم تفاؤل، صباح الإنسانية والحب والعواطف، وصباحكم معطر بذكر الله، وصباحكم معطر بحب حروف القرآن. حب حروف القرآن ده منهج حياتي، بقالي أكتر من 35 سنة عمالة أدرس ما شاء الله. وأجري وأروح، والكل يعني كل علماءنا بفضل من الله، وما زلت طويلبة علم ما شاء بفضل من الله. الله. فأنا هدفي ببرنامجي دوت إن صوتي يصل لكل حبايبي، إيه أحب كل حرف من حروف القرآن. لأن إحنا لما نيجي نبدأ القصة أو الموضوع بتاعنا، نقول إن يعني القرآن هو إيه القرآن؟ يعني مفهوم بسيط جدا جدا لكل يقدر يفهمه. القرآن هو كلام الله، كلام الله أنزل على رسول الله عن طريق جبريل عليه السلام، وكلام الله المتعبد بتلاوته، هو ليس كمثل أي كلام، متعبد يعني فيه عبادة، فيه رحمات، فيه سكينة. فكل حرف لما انت بتعرفه ده كلام، انت فاهم في الأصل ان كلام الله اللي بتقرأه دلوقتي خلاص. تمام. وكمان في كمان التواتر. يعني ايه متواتر؟ يعني احنا حتى انا واخده السند بتاعي واخداه عن لغايه لما اصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا المكانه، وتصل الى رب العزه. فمكانه وضع، يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يطلق ألسنتنا بالقرآن. فانا حتى النهارده بقول ان شاء الله يعني عامله عزومه لكل حبايبي. احنا وضحنا يعني ايه فقره بعنوان حب حروف القران، فطبعا حضرتك حبيتي النهارده ان انت تخاطبي او تناشدي المشاهد ان دايركت، شاء الله. فطبعا حضرتك اتفضلي، احنا كلنا سامعين. طيب اتفضلي. النهارده انا بقول تاني، انا عازمه كل حبايبي على عزومه جميله جدا جدا. اكيد كلكم فطرتوا خلاص. العزومه بتاعتي النهارده هتكون ايه؟ في مجلس علم. كلكم كده احبتي في الله، مجلس العلم اللي احنا هنكون موجودين فيه النهارده مع صوره جميله كلنا بنحبها وهنعرفها ايه هي دلوقتي. حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. يعني ارتعوا، يعني ارمي كل حاجه من دماغك بره، انا في معيه الله خلاص، فيش حياه تشغلني خالص، ولا ولد ولا زوج ولا اي حاجه ولا شغل، انا في معيه الله. النهارده بعون من الله عايزه كل حد فينا يعني في عباده من العبادات السهله جدا 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 جدا، يعني سبحان الله احنا دايما نقول الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دائما كل يقول لك اسهل عباده، بس انا بتعب فيها حتى ايه؟ لسانك لساني. اكيد وفكرك، ولازم تتقلب قلبك. ففي كمان عباده جميله جدا 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 وسهله، اللي هي ايه؟ النيه. انت جايه هنا ليه؟ حضرتك المذيعه جايه، واستاذ الفاضل اللي بيصور، وسين وصد جايين ليه؟ ايه نيتك مع الله؟ فاهمه ازاي؟ فيقول لك تجديد النيه، سبحان الله، بتحول عملك من عاده لعباده تؤجري عليها، فاهمه ازاي؟ صح. فنرجع نقول ايه، ان حتى كان يقول لك تجاره الصالحين تعدد النوايا. يعني انت نازله تقولي انا نازله، نازله ليه؟ نوايا كثيره عماله اعددها وانا جايه بقلبي، وهي النيه محلها القلب. وكان اول حديث عندنا في الأربعين النوويه: انما الاعمال بالنيات. فدايما يا حبايبي الله يبارك لكم جددوا النية في كل عمل بتعمليه. حتى انت يا امي يا جميلة اللي قاعدة بتطبخي في البيت واقفة ورجليك وجعاكي، سبحان الله، اقعد انا نفسي بنية ادخل الفرح على قلب زوجي، بنية ولادي اطعمهم من الطعام الجميل اللي بيحبوه عشان يتعزي بالاسلام والمسلمين، فاهمة ازاي؟
فالنهارده هناخد عشان بس ما اطولش عليكم. طبعا احنا القران احنا يعني رب العزه لما كان بيؤمر في القران يقول ايه؟ ورتل القران ترتيلا. فرض عليك انك ترتلي القران ترتيلا. طبعا انا مش بقول ان هو فرض عيني ولازم وكده، لان في ناس بتتعتع بالقران، بس اللي بيتعتع بالقران وهو عليه شقه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ايه؟ له اجران. فنسال الله ان يرزقنا الاجران كلنا. ما زلنا طويلبات علم، ما تقلقيش تاتا تاتا وهتطلع ان شاء الله وهتبقي ممتازه. نيجي يقول لك في الايات كان رب العزه يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآن. ان علينا جمعه وايه؟ وقرآن. يعني احنا هنعلمك تلاوته، ما تحركش لسانك وتستعجل يا رسول الله. ويجي يقول لك فاذا قراناه فاتبع قرانه، اتبع التلاوه معايا سبحان الله. ثم ان علينا ايه؟ بيان احكام وتفصيله بعد كده هيجي خلاص. النهارده هنقرا مع بعض سوره جميله اسمها، هي السوره ليها اسماء عديده، هي الشافيه الوافيه الكافيه ام الكتاب، هي الصلاه، هي الحمد، هي ام القران، هي السبع المثاني. اكيد قلت سبع المثاني كلها هيعرفها دلوقتي. هي الاساس، اساس القران، الله المستعان. هي القران، ايه ده ايه ده، هي القران العظيم. طب ايه السوره اللي هتبقى فيها يمكن اكثر، ويمكن انا عامله لكم حلقه على اليوتيوب باسمائها والشرح كامل للاسماء الجميله اللي احنا ايه قلناها لفاتحه الكتاب ديت. طبعا انا بفكر طبعا المشاهدين كمان لو حابين يتواصلوا مع حضرتك يتواصلوا على قناه اليوتيوب اسمها عواطف عزب، برنامج حب حروف القران. حب حرق على اليوتيوب وعلى الفيس برضو ماما عواطف عزب ام العابدين. طبعا احنا لازم هنعمل لاستاذه عواطف حلقه اكبر من كده، لان احنا فقرتنا يعتبر قربت تخلص، فياريت احنا معانا دقيقتين لو ممكن نوضح للساده المشاهدين حضرتك حابه توضحي لهم ايه. انا كان نفسي يعني الوقت طبعا الحمد لله أسف يعني، فأنا كان نفسي أقرأكم فاتحة الكتاب. فإن شاء الله يعني أنت مجرد أنك أنت هتدخلي على اليوتيوب اكتبي فاتحة الكتاب عواطف عزب، هتنزلك بأسلوب بسيط جدا جدا. بس يعني عايزة كل حد، رسالتي كل حد بيقرأ قرآن، لا تهتم بكم تلاوة ولكن اهتم بكيفية تلاوة لو سمحت. البنت تقول في رمضان خلصت وختمت مره واثنين وثلاثه، ونيجي ايات معينه كلمات معينه كلها خطا، فاهتم بايه؟ كيفيه تلاوه وليس كم تلاوه. دي رسالتي اللي يعني ممكن ايه. طبعا استفدنا من حضرتك كتير، وانا بوعد الساده المشاهدين ان حضرتك تكوني معانا الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ونشرح كمان سوره الفاتحه باذن الله. وطبعا دي دعوه انا بوجهها لحضرتك من برنامجي ان شاء الله. وطبعا استفدنا منك كتير جدا، وطبعا بنتمنى لك مزيد من التالق والنجاح. وزي ما بنفكر الساده المشاهدين كمان يتواصلوا مع حضرتك تاني على قناه اليوتيوب، على قناه عواطف عزب، برنامج حب حروف القران. بشكرك جدا حضرتك، كنت منورانا النهارده. تمام اتفضلي. نقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا بقدره في هذا المكان يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. واللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبتم وطابت أيامكم وطاب شهركم وطابت ليلتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أحلى ختام للفقرة. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل.